عقد السيد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات ثنائية مع السيد جيمس وات سفير بريطانيا بالقاهرة، تناول خلالها سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر وبريطانيا خلال المرحلة المقبلة. وقال الوزير إن مصر حريصة على تعميق علاقتها مع الجانب البريطاني باعتباره شريك استراتيجي مهم ويمتلك استثمارات كبيرة في الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات، لافتا إلى أهمية زيادة التعاون بين البلدين والاستفادة من الخبرة الإنجليزية في مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيا والتدريب. وأشار إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لبث الثقة والطمأنينة وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني لتوفير المناخ المواتي والجاذب للمستثمرين العرب والأجانب واستعادة ثقتهم للاستثمار في قطاعات الاقتصاد المصري إلى جانب الحفاظ على الصناعة الوطنية. وفي هذا الصدد دعا الوزير المستثمرين البريطانيين لضخ المزيد من استثماراتهم في السوق المصري والاستفادة من حزم التيسيرات والاتفاقيات التي وقعتها مصر مع مختلف دول العالم. ومن جانبه أكد السيد جيمس وات سفير بريطانيا بالقاهرة حرص بلاده على مساندة مصر خاصة خلال الظروف الراهنة حتى تستعيد مكانتها الإقليمية والدولية في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بثقة كبيرة لدى المستثمرين البريطانيين باعتباره أحد أهم الأسواق الواعدة في المنطقة، حيث يجري حاليا الترتيب لزيارة وفد من رجال الأعمال البريطانيين لزيارة مصر خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر لبحث إقامة استثمارات جديدة لهم بمصر خلال المرحلة المقبلة.